الرئيسي الآن مكتوب. الرئيس الأعلى لمؤسسة مطارات دبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، أصحاب السمو الشيوخ، أصحاب المعالي والسعادة الكرام، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم جميعا في حفلنا السنوي لجائزة حمدان بن محمد للذكية. الأعلى لمؤسسة مطارات دبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات بالتفضل لتكريم الفائزين. بفئات الأفراد وتحديدا فئة أفضل قائد فريق ابتكار، حيث ترشح لهذه الفئة 3 من أفضل الكوادر في حكومة دبي. أما الفائز بفئة أفضل قائد ابتكار لهذا العام فهو أو هي غنيمة حسن البحري من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. أما في فئة أفضل نجم خفة فقد ترشح 10 أشخاص من نجوم الصف الأمامي لتقديم الخدمات في حكومة دبي. والفائزون الستة لهذا اليوم، من هو يترى الفائزون؟ الفائز الأول فهد عمر بصلي من هيئة الصحة بدبي. الصحة بدبي مع محمد فوزي مصطفى. ممثل لكل من هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال والمنطقة الحرة بجبل علي. وكان فريق الابتكار لدى هيئة الصحة بدبي. وتطبيق طفلي من هيئة الصحة في دبي. أما بخصوص التعامل مع جمهور المتعاملين في هذه الفئة، نفرض جائزة لأفضل شراكة مع الجمهور. والمبادرة الفائزة في هذا العام، من يا ترى؟ إنها مبادرة شريان من هيئة الصحة بدبي. إلى أفضل شراكة مع القطاع الخاص. في هذه الفئة ترشحت مبادرات عديدة، ولكن المبادرة الأجدر بالفوز بفئة أفضل شراكة مع القطاع الخاص كانت مبادرة نحن نغذيك من هيئة الصحة.